السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شوف مصطفى، كنت عايز حضرتك تقول لي على حاجة أعملها تخليني أقابل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض بإذن الله. اتبع سنته بعد اتباعك لكتاب الله ومع اتباعك لكتاب الله، واسأل الله ذلك، واسأل الله ذلك. اللهم آمين. الله يسلمك.